بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد الوزير المحترم هاشمي جعبوب، السيدات والسادة إطارات قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أسرة الإعلام، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على هذه الثقة التي وضعها في شخصي، وحملني مسؤولية قطاع هام وحساس ألا وهو قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. شكري موصول كذلك إلى السيد الوزير الأول وزير المالية السيد أيمن بن عبد الرحمن على ثقته، وأرجو أن أكون عند حسن ظنه. والشكر موصول كذلك للسيد الهاشمي جعبوب على المجهودات التي بذلها طيلة الفترة التي تولى فيها مسؤولية القطاع، وعلى سعيه لبعث النشاط فيه والحفاظ على مكتسباته. وأدعو الجميع للانخراط بكل جهد ومثابرة في التسييد الفعلي للمشاريع ومتابعتها، والعمل على استكمال مسار تجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية والمساهمة في بناء الجزائر الجديدة. ولا يخفى عليكم أن قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يمس تقريبا كل شرائح المجتمع، وأن بلدنا يمر بظرف اقتصادي واجتماعي حساس، الأمر الذي يستدعي تضافر كل الجهود من أجل إيجاد الحلول الملائمة والعمل على تسييدها ومتابعتها ميدانيا. وباعتباري أحد إطارات القطاع، فأنا على علم بما تم الشروع في إنجازه وما ينتظرنا من تحديات، خاصة ما تعلق بالحفاظ على النظام الوطني للضمان الاجتماعي وتحسين آليات الوساطة والمرافقة للتشغيل وتوفير بيئة ملائمة لتسهيل خلق النشاط والعمل من أجل ترقية وتفعيل الحوار الاجتماعي وآلياته، ومراقبة تطبيق التشريع والتنظيم الخاص بظروف العمل والضمان الاجتماعي من جهة أخرى، وكل وعي بثقل المسؤولية التي تترتب على هذا المنصب وحجم المهام والتحديات التي تنتظرنا في المرحلة المقبلة، خاصة وأن بناء الجزائر الجديدة يحتم علينا مباشرة الإصلاحات والعمل بكل تفاني وإخلاص لتفعيل وتسييد التزامات السيد رئيس الجمهورية. وسأختم بما قاله أخي الفاضل السيد الوزير الهاشمي جعبوب، كما قال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون. تحيا الجزائر حرة أبية، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.